يا صباح الفل عليكم، رمضان كريم وكل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله يكون رمضان السنه دي احلى حاجه في حياتنا باذن الله. النهارده هنعمل وصفه تقليديه مصريه، كل البيوت او اغلب البيوت هتلاقيهم النهارده عاملينها، ولا كرنب والبط، بس انا بقى هعملها لكم بطريقه مختلفه شويه، هتبقى حلوه قوي خصوصا لو عندكم ضيوف، ويعني الناس اللي لسه هتبتدي تطبخ البط دلوقتي علشان الفطار، خليكم معايا علشان نعمل يعني مع بعض احلى بط بالكرنب. يلا بينا. المقادير بتاعتي: البطايه هتكون متنظفه كويس جدا، منظفاها ودعكاها كويس جدا بالملح وخل، معاها بصلتين مبشورين، قرن فلفل حراق، حبايه طماطم مبشوره، بهارات، كمون، فلفل اسود، وعندي طبعا ورق الكرنب بنسلقه وبنقطعه عشان الحشوه. هعمل بصلتين، ثلاث طماطميات مبشوره، معلقه صلصه، قرن فلفل حراق، حبايه فلفل رومي، وطبعا الرز بتاعي والخضره والسمنه. إيه هنبتدي اول حاجه نعمل ايه؟ هاجي احط شويه سمنه هنا، شويه سمنه للمحشي، البصلايه بتاعه المحشي هخدعها مع السمنه، وبعد كده اهو هكون مجهزه فحمه. انا بحب اعمل محشي الكرنب بالذات، بحب احط الفحمه في الحشوه بتاعته، بتديله طعم فظيع. فانا الاول بشوح البصله كويس قوي لغايه لما تصفر، وهاجي بقى البطايه، دي الفحمه انا مجهزاها، البطه هجيب البصلتين مبشورين والطماطم المبشوره، قرن الفلفل الحراق، البهارات بتاعتي وكمون. خلاص هقلب كل الخلطه دي مع بعضها، وبعدين هاجي بقى ادعك بيها البطه. انا مش محتاجه ان انا احشي بين الجلد واللحم، بس انا هعمل ايه؟ عشان انا عايزه شوربه اعمل بيها الرقاق، فهاخد الجناحات بتاعه البطه الاول اهي، هشيلها، ولو عندي الراس والرقبه برضو هشيلهم علشان اعمل بيهم، اسلقهم واعمل بيهم شوربه اعمل بيها الرقاق. انا كده كده هعمل رقاق النهارده، فباخد الجناحات بتاعه البطه عشان كمان ما تضايقنيش في الحله. طبعا المفروض ان انا اتبل البطه بالبصل ده واسيبها ساعه تشرب التتبيله، بس طبعا عشان الوقت بتاعنا مش هنسيبها الساعه دي. هعمل ايه؟ هتبل البطه من بره ومن جوه، هدخل البصله جواها و هسيبها ساعه. بعد الساعه دي باجي انزل كل البصل اللي عليها، خلاص هي بتبقى شربت التتبيله دي، واجي اعمل ايه؟ احطها تتشوح معايا، بشوحها كويس جدا وهي نيه. خلاص، وهنا انا البصله بتاعتي بتاعت المحشي اصفرت، هاجي الفحمه مع البصله، البصله لوحدها، و اهو اوكي. يبقى احنا هنكمل معاكم دلوقتي عملنا ايه؟ تبلنا البطه وحطيناها تتحمر، وشوحنا البصله لغايه لما اصفرت معانا، وحطينا لها الفحمه. هنروح دلوقتي الفاصل ونرجع بعد الفاصل تاني، استنونا. رجعنا لكم جديد مكملين في حلقتنا. لو عايزين تكلمونا الارقام على الشاشه تحت،
اتصلوا بينا وعينينا ليكم، او التواصل طبعا عن طريق صفحه الفيسبوك الحياه تي في. كل سنه وانتم طيبين. النهارده اول يوم رمضان وبنعمل اول فطار، علشان انا عارفه ان احنا النهارده يعني اكيد كل الناس متجمعه مع بعضها على سفره رمضان، لان ده بيبقى اهم يوم في الجامعه الجميله اللي يا رب يديمها علينا نعمه وعلى بلدنا الحبيبه. احنا عملنا البطه، حمرناها خلاص، ودلوقتي هعمل الخلطه بتاعه المحشي. هشيل بصوا البصله تبقى غامقه عشان هي خلاص شربت كده الفحمه بتاعتها. هحط الفلفل الحراق والرومي، يبقى انا ببخر بالفحم البصله بس. يلا شويه زيت واديهم تشويحه. والبصل البطة بحمرها يبقى لونها ذهبي حلو، هي نية ما تسلقتش، بس علشان اديها اللون الحلو قبل ما ابتدي اشتغل بيها. بعد كده هحط الصلصة بتاعتي على خلطة المحشي، وهحط الاول بقلبها. هاجي بقى اجهز الحله اللي هعمل فيها المحشي على ما الصلصه تشكشك شويه معايا. بحط العروق فيها، مش هنبصوا العروق، ويا ريت نقطعها شويه كمان، علشان لو انت حطيتي ورق محشي المحشي مش هيستوي معاكي. ناس كتير بتشتكي ان المحشي بيستوي من الحرف وفي النص ما بيبقاش مستوي، محشي الكرنب، علشان بيبقى محطوط فيه ورق الكرنب. لكن كده احنا هنحط ايه، هحط او لو ما عنديش العروق دي هحط ترانشات بصل وطماطم، بس هو الكرنب عندي كده كده بتاخدي ورق بتاعه. خلاص قطعي العروق وحطي العروق بتاعته تحت علشان اهي. خلاص ادي الحله بتاعتي. هاجي بقى اجي هنا الصلصه شكشكت كويس، هحط الرز اديله تشويحة معاها، تشويحة بسيطة مع البصلة. ادي البطة بتاعتي بسم الله. وهاجي هحط البطاية في الحلة. خلاص وهحط قدام سنه، انا هاخد حله تانية كمان. بصوا هحطها في الحله الاول دي، مش بتاعه المحشي سوري، هحطها في الحله وهحط عليها ميه سخنه واسلقها نص سلق، مش سلق كامل، نص سلق، ميه مغليه، احط عليها ورق لورا وبصلة. مش هحط عليها مية كتير عشان عايزة المية بتاعتها تبقى الشوربة بتاعتها تبقى سميكة. خلاص اهي، ومش عايزة الحلة تبقى كبيرة فالبطة تنفش، انا عايزاها محكومة عشان لما اشيلها احطها مع المحشي تبقى محكومة. خلاص وبغطيها وبخليها تتسلق نص ساعة. ارجع بقى للحشوة بتاعتي، شوحت الرز، هحط عليه بقى يا ام عمرو. عامله ايه؟ ازيك، اخبارك ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله كل سنه طيبه. وانت طيبه يا جميله، وانت طيبه حبيبه قلبي، فرحانه باولادك يا رب. يا رب جميعا ان شاء الله. تسلمي لي. والدتي عايزه تسلم عليك وعايزه تقول لك كل سنه طيبه. وهي طيبه اديها لي. ازيك يا حبيبتي؟ عامله ايه؟ ازيك ازيك يا حاجه، اخبارك ايه؟ انت عامله ايه؟ الحمد لله. الشاشه وربنا يحسن ما بين ايديكي يا رب. حبيبه قلبي ربنا يخليك، اولادك كده وربنا. تسلميلي.
ربنا يخليك يا حاجه والله، كل سنه وانت طيبه. ربنا يخليك ويديك الصحه يا رب. حبيبه قلبي رمضان كريم. ربنا الله اكرم، ربنا يخليك يا رب. تسلم يا حبيبتي. عايزين ونبي طريقه المكرونه البشاميل. ربنا يخليك. عينيا عاملاها لك الاسبوع ده ان شاء الله. ربنا يخليك باذن الله. ورمضان كريم. ربنا الله اكرم حبيبتي. الله اكرم. ودي كلمي عمرو. الو. ايوه حبيبي. الو. ايوه عمرو. كل سنه وانت طيب. ربنا يخليهولك يا حبيبتي وانت طيب يا حبيبي، ويخليك لماما يا رب. تسلمولي يا رب. خلاص انا دلوقتي هاجي للحشوه بتاعتي هنا اهو، حطينا العروق بتاعه المحشي، وادي الحشوه بتاعتي. هحط لها التوابل اللي انا عايزاها، الخضره بحط بقدونس وكزبره وشبت اهو، وبحط لها اخر حاجه ملح وفلفل، شويه فلفل اسود، وبملح الخلطه بتاعتي. اوكي خلاص، بفرض كده ان البطايه عندي استوت نص سوا. خلاص احنا طبعا عاملين واحده برواقه، لكن انا صعب ان انا استنى اهو. هحط الحشوه في بوله علشان تبرد اعرف احشي بيها. اهي ادي حشوه المحشي بتاعتي، ريحتها خرافيه. التوابل انا بحط لها بهارات مشكله وفلفل اسود، انت لو ما عندكيش خلطه بهارات مشكله ممكن تحط لها التوابل اللي عندك اللي انت عايزاها. احنا البهارات المشكله انا عملتها لكم كذا مره، قلت لكم الخلطه دي بتاعت امي الله يرحمها، وبتبقى احلى خلطه بهارات اهي. خلاص كده اهو انا عملت البصله، حطيت لها الفحمه. عايزه اقول لكم ريحتها خرافيه. ابتدي الف المحشي شويه على ما ايه البط عندي اهي تهدى علشان اعرف اشيلها. هبتدي المحشي. بصوا المحشي كده وانا بقطعه في عندي عروق بالطول، اللف بيبقى عكس العروق، ما ينفعش الف في نفس اتجاه العروق، هيبقى تخين معايا. اهي شايفين العروق دي؟ العروق دي انا لازم اقطع الورقه بتتلف عكس اتجاه. بمعنى ايه؟ اهي بص يا ياسر، اهي اهي كده، ادي العروق كانت بالطول، العروق بالطول. انا خلاص انا قصيتها هلفها كده، هجيب الحته دي مقطوعه فهخليها من جوه. هجيب الحشوه واروح حطها كده والف بالعرض، شايفين؟ بالعرض اهي، واروح لفاها وشده. شدي وانت بتلفي عشان الرز ما يطلعش كده، وفي الاخر هنطلع الرز يمين ونطلع الرز شمال اهي. اوكي واحده تانية، ادي الورقه عكس اتجاه العروق. دلوقتي انا عندي هنا في عروق رفيعه وهنا عروق تخينه، ابتدي احشي الحشوه. اولا الحته اللي العروق بارزه فيها بتبقى هي اللي بره مش لجوه، والعروق التخينه هي اللي احط عليها الرز، بحيث اللفه عندي تخلص مع الايه الحته اللي فيها عروق رفيعه. دي الحاجات الصغيره اللي بتخلي شكل المحشي في الاخر حلو. خلاص اهي بشد بشد كده واروح لفه. طبعا كل محشي بيختلف عن التاني حسب. بصوا الرز اللي طالع ده بقى لازم اشيله كده في الاخر اهي، ادي المحشيه زي الفل. خلاص وبنلف الكميه كلها بتاعه المحشي اللي انتوا عايزينها. خلاص ادي، لا ده لسه المحشي ني، ده احنا اتلف ولسه ني. هنيجي بقى نعمل ايه عشان اطبق الاكله كلها على بعض. خليني بس ايه اغير الجلافز بتاعي علشان اعرف اشتغل. هاجي البطه بتاعتي اللي انا سلقتها نص سلق
هاي خليني البس جلوف. البطه ما بسويهاش سوى كامل، بخلي فيها السوى اللي انا لسه هسوي المحشي، يعني المحشي مثلا بياخد ساعه الا ربع معاكي، هخلي في البطه لسه سوى ساعه الا ربع، يعني تبقى دخلت في السوى كده واطفي عليها خلاص. وزي ما قلنا البرقه بتاعتها الشوربه مش كتير عشان اخد منها اسقسق بيها او اسقي بيها المحشي. انا لو عايزه اعمل حاجه ثانيه زي ما قلنا الرقاق عملنا الراس والجناحات والرقبه ونضفهم كويس واعملهم شوربه للرقاق. ولو انا مش هعمل رقاق النهارده او مش هحتاجهم احطهم في الفريزر وانزلهم لما اكون محتاجه شوربه دسمه، الرقاق بيحب الشوربه الدسمه. هاجي كده ادي البطايه بتاعتي، هشيل الجزء ده هي عشان سخنه بس مش عارفه امسكها السكينه اللي مشرشره. وهاجي اهي خلاص قصيناها، هاجي اخد البطايه بسم الله وشها لتحت. البطه حمرناها بعد ما تبلناها ساعه بالبصله، حمرناها وبعد كده سلقناها نص سلق تلات ارباع سلق وحطيناها وشها لتحت على عروق المحشي. بص كده يا ياسر معايا، ايوه استاذ ويليام. ايوه يا فندم. ازي حضرتك يا صباح الفل. الله ينور وكل سنه وانتم طيبين. وحضرتك بألف خير وكل سنه وانتم طيبين. انتوا ابتديتوا صيام معانا. تعيشي بس برضه المحشي والبطايه كده انا مش قادر. ربنا يسهل ان شاء الله وتفطروا قريب. ربنا يخليك. والله ينور. هنستنى حلقه في بقى. طبعا ان شاء الله. كل سنه وانت طيب. ربنا يخليك لينا ومنوره الدنيا. ربنا يخليك. تسلم يا رب. ربنا يخليك. بصوا على البطه الريحه فظيعه مع ان هي لسه نيه يعني ما استويتش. ادي البطه معايا. حسب بقى انت عايزه تعملي بطه اتنين حسب الحله بتاعتك. بصوا بقى وهاجي هرص المحشي حواليها. خلاص هنرص المحشي حوالين البطه وعليها، هغطيها بالمحشي كله، هنغطيها بيه وهنرفع المحشي شكشك على النار 10 دقايق من غير اي سوائل. خلاص اهي طبعا بنغطيها تماما، يعني المحشي يغطي البطه خالص عشان لما اجي اقلبه بعد كده، لما اجي اقلبه تبقى البطه فوق بغطي تماما. يعني ممكن تورينا هنا. بصوا البطه هنقلبها في الاخر بس هي تقيله. ادي ايوه المحشي مغطيها خالص. انا حتى في الحله دي بطتين اللي هي مستويه. خلاص هغطي بيها تماما واروح مغطيه الحله بتاعتي وحطها على النار 10 دقايق تشكشك من غير مش ضغطها. عايزين نغطي الحله، اغطيها واسيبها 10 دقايق على النار من غير اي سوائل. بعد كده الشوربه مغليه، الشوربه بتاعتي اللي انا سلقت فيها البطه مغليه، هحط بقى في الشوربه ايه؟ هحط فيها معلقه صلصه، هحط فيها معلقه سكر، وطبعا ملحانتي ظبطاه، وهحط فيها شويه قشطه. القشطه بدوبها فيها، ما بحطش القشطه على وش المحشي، القشطه بدوبها في الشوربه اللي هسقي بيها المحشي. يبقى هحط معلقه قشطه، معلقتين قشطه، معلقه سكر، معلقه صلصه، واغلي كله على النار واسقي بيه الكرنب واسيبه يستوي. هتدوقوا احلى كرنب كلتوه في حياتكم. هروح لفاصل وارجع بعد الفاصل تاني، استنونا.